التلو الآخر في صباح هذا اليوم مع هذه التحديات والانطلاقات المتميزة، مع انطلاقات اللقاية وهجني أبناء القبائل اللي تنطلق في صباح هذا اليوم مع هذه الانطلاقات المتميزة، مع هذه الانطلاقات الرائعة. شوطنا العاشر وهو الشوط الخاص باللقاية البكار، المهجنات الأصايل، شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة والتحديات الحاضرة على مقدمة هذا الشوط. رهني اللي انطلقت بالمقدمة فرق لفارس بن محمد بن هاشل الخاطري من ينطلق بمقدمة هذا الشوط بالتحديات فرق، ولكن أرى التحدي من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التسلل. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات نتابع نتابع المركز الثاني، وأرى انتصار لراشد بن علي بن مفتاح الشامسي من يتقدم أيضا بتحديات، انتصار تليها مع المركز الثالث، مع المركز الثالث التقدم من طاعة لعلي بن عبد الله بن عيف العامري من يقدم طاعة مع المركز الثالث. رابع التحديات وصلت بهذا الانطلاق أيضا سمهرم لسالم بن سلطان بن سالم الزرعي بتحديات سمهرم مع المركز الرابع، ومع المركز الخامس، المركز الخامس القدوم التسلل الانطلاق الباين من عالية لهلال بن عيضة بن هلال المزروعي، ومع المركز السادس، المركز السادس من الجانب الآخر حدث صالح بن حمد بن حمدان الوهيبي من يقدم حدث بهذا الانطلاق، ولكن من الجانب الآخر القدوم التسلل من أواج مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي من ينطلق مع أواج أيضا بهذا الانطلاق الجميل والرائع، ومع المركز الثامن، المركز الثامن نتابع الظبي، نتابع الظبي مع المركز الثامن مطر بن سالم بن يمعه الكعبي تليها، مع المركز التاسع رهني مزون لحمد بن عمير بن حمد بن مران الظاهري من يقدم مزون، مع المركز التاسع وعاشر الانطلاقات أرهني أيضا جمهرة تتسلل مع المركز العاشر محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي من يقدم جمهرة مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الانطلاق مع نيدان الأول، مع نيدان الأول، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط وسمهرم على المقدمة. سالم بن سلطان بن سالم الزرعي من يقدم سمهرم، من ينطلق أيضا بتحديات هذا الشوط، انطلقت بالمقدمة، بدت بير الشوط، بدت بير الشوط، ولكن نتابع، نتابع المركز الثاني، نتابع انتصاره مع المركز الثاني لراشد بن علي بن مفتاح الشامسي، ولكن أواجه مع المركز الثالث القادمة بكل قوة مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي من يتابع، من يتابع انطلاقة أواجه مع هذا التحدي الجميل والرائع. بدأت أيضا تتسلل مع المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع، القدوم، القدوم من طاعة لعلي بن عبد الله بن نعيف العامري من يقدم طاعة مع المركز الرابع. خامس التحديات القدوم في هذه اللحظات من ظن لهادم العصر بالحب العامري يتسلل أيضا بأول ندى ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات أرهني معزة لعلي بن راشد البريص المري من يتقدم على مستوى المركز الخامس. سادس التحديات من الجانب الآخر صنايع لغصاب مصبح رعد العامري، ومع المركز السابع وصلت شهب، وصلت شهب لبشعار ايضا محمد بن سعيد بن حبيب الهشامي من ينطلق بهذا الانطلاق المثير، ولكن نتابع، نتابع البدايه مع هذا التجمع، مع هذا الانطلاق المثير، المثير، المثير. سمهرم على المقدمة، سالم بن سلطان بن سالم الزرعي من يتابع سمهرم، ولكن وصلت ظن، وصلت ظن مع المركز الثاني هذه بالعصر بالحب العامري من يقدم ظن مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر، من الجانب الآخر انتصار راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، والقدوم
وفي هذه اللحظات نتابع زمرده مع المركز الرابع فليح بن سويل بن محمد العنزي من يقدم زمرده في هذا الانطلاق المثير واللحظات الاخيره زمرده قاده المجموعه فليح بن سويل بن محمد الضريغط العنزي من ينطلق بمقدمه هذا الشوط في هذه اللحظات الأخيرة انطلقت باللحظات الأخيرة زمرده سلام المملكة سلام تهانينا لفليح بن سويل بن محمد العنزي المركز الثاني المركز الثاني تاتي ايضا بهذا الانطلاق انتصار راشد بن علي بن مفتاح الشامسي المركز الثالث تاتي مشاهدينا سمهرم لسالم بن سلطان بن سالم الزرعي ومع المركز الرابع ايضا لهادي بالعصري بالحب العامري وبقيه المراكز من حيلا لاعضاء خط النهايه نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام والعنزي من انطلق بناموس هذا الشوط مع تحديات زمرده 6 دقائق و6 أجزاء من الثانية تهانينا لفليح بن سويل بن محمد العنزي مع انطلاق زمردة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط مع المركز الثاني تاتي ايضا انتصار ب6 دقائق و9 أجزاء من الثانية تهانينا لراشد بن علي بن مفتاح الشامسي بينما الأسرة مع المركز الثالث سمهرم تاتي ايضا بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 1:04 من الثانية تهانينا لسالم بن سلطان بن سالم الزرعي تهانينا للجميع والناموس